ماذا تعلم خالد النبوي من الإمام الشافعي؟ إزاي تروض نفسك على التطبيق؟ بعد الإمام الشافعي خالد النبوي اتغير؟ مش عارف، هشوف. يعني هشوف. أنا اللي عارفه إن أنا يعني بحبه جدا جدا يعني، وده كان من الأول، أول ما كنا بنتناقش وكان أحيانا يجي بعض الأشياء اللي هي فيها يعني إيه الإيجابيات وإيه السلبيات، أي عمل درامي لازم نفكر طبعا. فيه. أقول لهم شوف أنا بحبه، لو عايزين واحد يتكلم عن سلبياته هاتوا حد غيري.